الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. وصف مظهر محمد صالح مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الحكومة الجهاز المصرفي في العراق بأنه ريعي بامتياز، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى عملية إصلاح شاملة. وقال صالح إن الجهاز المصرفي في العراق يعتاش على موارد النفط والسيول الحكومية بشكل غير مباشر ومباشر، ما يعني أنها سوق تفتقر للاستقلالية المصرفية وتحريك الادخارات المرغوبة في المجتمع من قوى الفائض المالي وصوب المستثمرات المرغوبة لتوليد عمل عال للنمو والتنمية المستدامة. أكدت لجنة الاستثمار النيابية أن ما يستحصله العراق من إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية ضعيف جدا، مشددا على ضرورة أتمتة الجانب الضريبي والمنافذ الحدودية للسيطرة على الواردات. وقال نائب رئيس اللجنة النائب حسين السعبري إن أموال المنافذ الحدودية والجمارك تذهب إلى جيوب الفاسدين، كما ذهبت مليارات كبيرة وأرقام فلكية لمبالغ استحصلت من المواطن الفقير والشركات، ولغاية الآن لم يتم الوصول إلى الحقيقة. قال رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني إن خسائر توقف تصدير النفط تجاوزت 19 مليار دولار، نافيا في الوقت ذاته وجود قواعد إسرائيلية في أربيل. وأوضح بارزاني أن هناك مشكلات متراكمة تتعلق بالنفط والغاز والموازنة العامة، ولا يمكن حلها إلا عبر اتفاقيات دائمة بين بغداد وأربيل، مشددا على أن حكومة السودان لم تظهر أي استعداد لتعويض كردستان العراق عن هذه الخسائر. ويعد خط أنابيب النفط الذي يمتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي هو طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه منه حقول النفط في شمال العراق. وصف رئيس لجنة النزاهة بمجلس محافظة القادسية طارق البرقاوي مشروع حي الإمام بأنه مأساة كبيرة، مشيرا إلى أن الشركة التي أوكل لها العمل تقول إن تعبيد الشوارع ليس ضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات. وأكد البرقاوي أن بعض مهندسي المشروع يقومون بجمع الأموال من الناس بدون وجه حق مقابل ربط أنابيب المجاري، وهو أمر مخالف للقانون لأنه ابتزاز علني. هذا وأكد مواطنون أن أعمال ربط المجاري في المشروع تتم بشكل خاطئ بسبب غلق جميع منهولات التصريف، ما تسبب بتكسير أنابيب المجاري وغرق الشوارع. أكد عضو محافظة نينوى محمد الهريس أن إنشاء المسبح الأولمبي في محافظة نينوى فيه فساد كبير وهدر للمال العام بعد صرف 5 مليارات دينار لإنجاز المشروع. وقال الهريس إن مشروع المسبح الأولمبي في المحافظة من المشاريع الوزارية، مبينا تخصيص مبلغ 5 مليارات دينار لإنجازه، وهو الآن من المشاريع المتلكئة في المحافظة. وأضاف أن المنجز من المشروع حتى الآن هو 60% فقط رغم التخصيص المالي الكامل له، إلا أنه لم ينجز حتى اليوم. قبل الختام، تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.